زواج ابني أخاف أنه ما عندي، ما أدري إيش ما عندي. الله سبحانه وتعالى شنو شغله هنا؟ الله سبحانه وتعالى شنو موقعه هنا؟ الله يقول توكلوا علي أنا الرزاق، التفتوا إلي، ثقوا بي، أي ثق بالله. المشكلة أننا لا نثق بالله رب العالمين، على حال يغضب عندما يجد أن عبده لا يثق به. سبث واحد جنابك صديقك يقول أنا ما أثق بيك، تتأذى لما تتأذى؟ بل تتأذى. ليش؟ يقول هالعشرة هذه والصداقة هذه وانت تقول ما واثق بيك، شلون ما تثق بي؟ إذن أنت مو خوش كذا، ويتركك ويزعل. رب العالمين يقول أنا خالقكم، أنا خالقكم، أنا بارئكم، أنا على حال ربكم، وأنتم لا تثقون بكلامي، لا تثقون بوعودي، لا تثقون بما أقوله لكم. في الواقع رب العالمين يغضب، وحري أن يغضب، لأن الإنسان عندما يفقد الثقة بطرف لا ينبغي له أن يفقد ثقته به، هذا في الواقع خلاف العقل وخلاف الحكمة. رب العالمين يقول أيها الناس أنا موجود وأنا بيدي الأمر كله، وكفى بالله وكيلا. شوف الآية الكريمة، وكفى بالله وكيلا. هذا التوكل على الله في كثير، قلت في كثير من مرافق حياتنا ومجالات حياتنا إحنا نغيبه عن وجوده. بعض الأحيان إحنا عمليا نتصور أن القضايا بأيدينا وأن الأمور بأيدينا. إخواني الأمر بيد الله، أنت اعقلها وتوكل، التخطط وتوكل على الله. ابنك تقول ما عندي، ابدأ قل بابا أنا حخطب لك، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، وشوية شوية الله يهيئ، وسترون أن الله كيف يهيئ الأمور بشكل عجيب وغريب. وهذا رأيته أنا بعيني، يعني واحد لا قايل لي ولا مولانا سامعة من أحد، ولا أنا رأيته بعيني أن الله كيف يهيئ الأمور بأسباب نحن لا نفهمها ولا ندركها ولا خطرت على بالنا. الله يهيئ الأمور. متى؟ عندما نتوكل عليه. أما الإنسان إذا يكل على نفسه ويتوكل على قدراته ويتوكل على عضلاته ويتوكل على وجاهته ويتوكل على قدراته، رب العالمين يقول اللي يتوكل على نفسه أكله إلى نفسه، ومن أكله إلى نفسه شنو مولانا؟ يخسر. الإمام زين العابدين شو يقول؟ ربي لا تكلني إلى نفسي، وإذا في عبارة إذا وكلتني إلى نفسي هلكت. ربي لا تخليني أنا أتكل على نفسي، أتكل عليك، أنت الكبير، أنت الرازق، أنت العظيم، أنت الخالق، أنت البارئ، أنت الرحيم. هذا هو المفهوم اللي لابد أن نستفيده.